من الاجزاء من الثانية تهانينا والناموس. التواصل يستمر والاشواط تتواصل ومتواصلون مع حضراتكم عبر شاشة دبي ريسنج في هذه الانطلاقات. التواصل الشوط الثالث والعشرون ينطلق حاملا في طيات الابكار الحقائق تنافس الاثنين كيلو متر في هذا الصباح الجميل في هذه التحديات الرائعة الجميلة من ميدان دستور في المرموم. نبحر في عمق الميدان نتابع المراكز الأولى، نروح مع راعي الخشمة بالقرين اللي يسيطر على مقدمة الشوط، وهذه دلمة محمد بالقرين بالعلي العامري تتقدم، ولكن من الجانب الآخر خيال علي بن راشد بن حمدان البلوشي غيرت إلى مقدمة الشوط، وصل راعي مطيلة ومقدم الدانة سالم بن مطر بن حاذ الاكتبي المركز الرابع. هناك دخول من الجانب الآخر، وهذه اللي تدخلت هذا بن قذوة سالم بن حمد بن قذوة العامري يقدم الشاهينية، بينما المركز الخامس وصلت له في هذه اللحظات الدانة أيضا أحمد بن علي بن عمير المنصوري يأتي بهذا الانطلاق، وصول في هذه اللحظة من قبل هملولة سالم بن سعيد بن علي بن سعيد الاكتبي يقدم هملولة. خلاص اكتفي بهذه الأسماء، أعود إلى المراكز الأولى، أعود إلى المقدمة، ننطلق مع المراكز المتقدمة، نشوف السيطرة على مقدمة الشوط. خيال علي بن راشد بن حمدان البلوشي يأتي بالمركز الأول، يقدم لنا خيال ما شاء الله وأداها وشكلها الجميل. المركز الثاني شوف التحرك من الشاهينية، سالم بن حمد بن قذوة العامري ياتي على المركز الثاني، والمركز الثالث الدانة سالم بن مطر بن حاذ الاكتبي على المركز الثالث. الرابع يا رعم صيحة، وين رقمها؟ هذه اللي هي تتواجد، هذه هملولة سالم بن سعيد بن علي بن سعيد الاكتبي، هذه انطلقت. أو أعود عموما على كل حال، أعود إلى التنافس، أعود إلى الأثار الحاضرة، الأمتار الأخيرة، 200 متر الأخيرة غيرت الشاهينية. حمد بن سالم بن حمد بن قذوة العامري، وعادت للتنافس اللي هي خيال البلوشي، ولكن بن قذوة الشاهينية. سالم بن حمد بن قذوة العامري تهانينا على الفوز بالمركز الأول. خيال في المركز الثاني، علي بن راشد بن حمدان البلوشي، والمركز الثالث من وصلت في الدانة لأحمد بن علي بن عمير المنصوري، والمركز الرابع لسالم بن مطار بن حاذر اكتبي الدانة، والمركز الخامس من وصلت فيه مشاهدين العزاء هملولة سالم سعيد بن علي الاكتبي. هذه النتيجة للمراكز الخمس الأولى. عودتنا إلى التوقيت مع مخرجنا عبد الله وادي في شاشة دبي ريسنج وزملاء المتواجدين والمنطلقين مع بداية هذا الموسم في هذا النقل المباشر في هذه الانطلاقة. دقيقتين وخمس وخمسين ثانية، 6 أجزاء من الثانية توقيت مشاهدي العزاء الشاهينية. تهانينا سالم بن حمد بن قذوة العامري على هذا الفوز المركز الثاني. دقيقتين 55 ثانية، 6 أجزاء من الثانية، من نافست من البداية خيال علي بن راشد بن حمدان البلوشي، قدمت كذلك أداء جميل، حظت بالمركز الثاني. أما المركز الثالث بنشوف الثالثة على شاشة التلفزيون. التوقيت الزمني 3 دقائق وثانية وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس على فوز الدانة بالمركز الثالث أحمد بن علي بن عمير المنصوري، والمركز الرابع لسالم بن مطار بن حاذة الاكتبي اللي هي أيضا الدانة، والمركز الخامس بنشوف إلى أمكان